بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. وإزاي ما نشوفش جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام ربيع؟ وربيع في الحقيقة هو تقويم القلوب. إذا كان السنة في التقويم الميلادي بتبدأ بيناير، والسنة في التقويم الهجري بتبدأ محرم، لكن إحنا السنة بتبدأ سنة القلوب بربيع. ربيع هو تقويم القلوب، لأن في الحقيقة ربيع لما فهم الناس معنى ربيع حسوا إن الدنيا كلها بتتنسم بأنسام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتتنور بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده العالم كله لما بيجي ربيع وكأنه بيتغير معالمه. هنتكلم مع بعض ازاي تغيرت معالم العالم لما حصل وظهر نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للوجود، وازاي الوجود كله تأثر تأثرا ينبئ على اني في فتوح وفي أنوار وفي بركات هتحصل في العالم كله. ولكن إحنا ما زلنا في رحلتنا من رحلة الفرح والسعادة والسرور بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعدن السرور ومعدن النور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كنا لازم نتقابل مع حد من أحبابي اللي هو في الحقيقة نوره وبركته وفضله بيتعلق قلبي بيه كل ما بشوفه وكل ما بجلسه، مع السيد أحمد الطلحي. السيد أحمد الطلحي من أحب الناس إلي، وأنا في الحقيقة لما بروح ناحية الحبيب صلى الله عليه وسلم دايماً بحب أبقى مجلسنا كله مجلس محبة، فلذلك لازم أكون مع أحبابي. أهلاً وسهلاً بحضرتك يا سيدي. يا مرحبا سيدي. الله يبارك أستاذي ومولاي حبيب قلبي وروحي. الله يعني لي قمة السعادة والهناء والشرف أني أكون في هذا البرنامج المبارك وبين يديكم سيدي للحديث عن الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجزاكم الله عني ألف خير أني خطرت ببالكم وبخاطركم الشريف حتى أجلس معكم. أنتوا ببالنا على طول يا سيدي. أنتوا ببالنا على طول. كرمكم الله سيدي. ومعنا فضيلة الشيخ محمود خليف يمتعنا ويسعدنا بالإنشاد. سيد أحمد. لبيك. سيد أحمد أنا عايز أسأل حضرتك، ليبيا فيها من الأنوار ما لا يعلمه إلا الله. الحمد لله. وفي من أولياء الله الصالحين ومن الأحب، ولكن أنا عايز أرجع مع حضرتك شوية في الطفولة. نعم. وعلاقة حضرتك بحضرة النبي في المولد، هذه الأبعاد الثلاثة، الطفولة وحضرة النبي والمولد، إيه كان في أبرز الأحداث اللي كانت موجودة في الطفولة وعلاقتها بالمولد؟ الحمد لله رب العالمين، كما قالوا: يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب، وأعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيبه ملأ الضلوع وفاض عن أرجائها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. دائما كلما أستمع إلى هذه الأنشودة، أنشودة ما شممت الوردة إلا زادني شوقا إليه، أتذكر طفولتي، كلما شممت الفل والياسمين أتذكر مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. لما؟ لأن عندنا عادة في ليبيا أن الناس ترش على في الطرقات الياسمين والفل. في يوم في أماكن تانية بيرشوا المزاهر والموارد. بالضبط. المزاهر والموارد اللي هو الماء اللي جاي من عصارة الوردة أو الماء اللي جاي من عصارة الزهر. تماماً مثله. يرشون الزهر على الناس ويرشون الورد على الناس والفل. عندما يكون مواكب المحبين تخرج من الزوايا ومن التكايا ومن المساجد. لحظة بس، والمواكب بتمشي منين لفين؟ تخرج من الزاوية ويكون لهم خط سير. في العاصمة طرابلس ولا في كل ليبيا؟ في كل أرجاء ليبيا. نعم. إن شاء الله. الحمد لله إبراهيم. وتختلف المواقيت، حتى انه ما يكون في خروج صباحي بعد صلاه الفجر مباشره، في خروج مسائي بعد العصر، بحيث ما يبقاش في وقت في اليوم خالص الا والمواكب ماشيه، وكل المدن هكذا. فالناس عندما تمر هذه المواكب من امام بيوتهم يرشونهم بالحلوى اللي هي الملبس، او يسموها حلوى شاكير باللهجه الليبيه. ويرشون عليهم الزهر. يعني ايه حلوى شاكير؟ نوع من انواع الحلوى الليبيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى كما هو في الشمائل.
فيرشونها على الناس، وكأننا نعطيكم ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. حضرتكم لما متذكر في الطفولة مسألة الحلوى ومسألة والروائح، كلما أشتم رائحة الفل إلى عمري هذا كلما أشتمه أتذكر تلك الأيام سلام المباركة. يا سلام. هل حضرتك متصور إن هم كانوا لماذا يرشون الفل والزهر والورد يعني؟ وكأنها ترسيخ لثقافة لابد أن تكون في هوية الإنسان الليبي وفي هذه الأمة المباركة، أننا مرتبطون بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكل حلو مرتبط به صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكل طيب مرتبط به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى أنا ميزة دكتور عظيمة جدا، كنت أسأل يعني هنا لما وفدت إلى مصر أراهم يشعلون القناديل والفوانيس في شهر رمضان. هذه ليست عندنا في ليبيا، عندنا في ليلة المولد النبوي الشريف. سبحان الله، القناديل والفوانيس تباع في أيام المولد النبوي الشريف. عندنا في بعض القرى في مصر في حاجة اسمها موكب النور، في الريف يجيبوا الجرارات يحطوا عليها كلوبات النور وتمشي طول من اول المغرب لغايه الفجر وهم ماشيين منورين بالكلوبات دي في المولد. هذا يوجد عندنا في ليبيا، يعطى للاطفال الصغار القناديل، فلما سالت الاشياخ والعلماء لماذا، ما الفكره، ما العبره من ذلك، فكلهم اجابوا بآية واحده، وكأن الله سبحانه وتعالى اعطاهم هذا التفسير التطبيقي لها على ارض الواقع. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صحيح. فالنور في هذا اليوم جاء، فحتى الاهاجيز الاطفال يعني يغنون عندما يحملون هذه القناديل. وكنت ازعل لو بابا ما جابش القنديل او الفانوس، يعني زي الفانوس عندنا في رمضان، اشكاليه كبيره جدا لكل الاطفال. فهي كانت بهجه عظيمه جدا، رسخت في قلوبنا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتحول ثم بعد ذلك الى منهج علمي. لو اذنت لي في كمان في مساله رش الورد والفل وكده، انا متصور ان هم فاهمين ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي هو اللي كان بيطيب الطيب. نعم. طب واحنا عشان نطيب، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم ستنا ام ايمن وغيرها من الصحابيات ان هم كانوا بيطيبوا طيبهم بيطيب بعرق حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانهم بيقولوا ان طيب حضره النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي عشان يتشم، الله، جاي عشان يتعاش. الله. فكل ما تخلي الدنيا مطيبه، وده اللي يخلينا نعرف ليه حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي كان بيغير جو المكان. الله. فلما حضره النبي يعدي في طريق زي كده بلغتنا الحاره كلها، نعم، تطيب. نعم. فلذلك رش الورد والفل والزهر، وكانهم بيقول لهم يا ريتنا نصل الى نسمه من نسمات حضره النبي. الله. والى نفحه من نفحات حضره النبي. وانت عارف حضرتك ان النفحه دايما مرتبطه بالريح الطيبه. نعم. فكانهم بيقولوا ان اللي بيعيش مع حضره النبي حياته كلها بتكون نفحات. الله. انا عايز اكمل مع حضرتك، بس كمان من طيب حضره النبي وجمال حضره النبي السماع. طبعا حضره النبي كان يحب ان يسمع، صلى الله عليه، يسمع سيدنا حسان، ويقول لسيدنا حسان قل وروح القدس تؤيد. ايه من الاناشيد حضرتك بتحب تسمعه ونسمعه من الشيخ محمود؟ ما شاء الله، هو المدرسه المصريه والمدرسه المشارقيه كلها عظيمه، لا سيما في سيدي محمود، وهو محمود. محمود فعله ومحمود قوله، ما قاله كله محمود صوته بإذن الله تعالى. فكل ما يقوله سيدي محمود هو محمود عليه بإذن الله تبارك وتعالى. بس أنا عارف إن في ثلاث مناطق في ليبيا. صحيح سيدي. حضرتك إيه؟ عندنا الشرق اللي هي برقة، وعندنا طرابلس، وعندنا فزان اللي هي الجنوب. نعم. وتمتاز كل إقليم من هذه الأقاليم الثلاثة بمدرسة إنشادية فنية خاصة بها. يعني نسمع من الشيخ محمود أي نشيد حضرتك تحب تقوله؟ نسمع منه سيدي كنا بندردش أبو حرق سيدي فغلي دع جمال الوجه يظهر. يا سلام. نعم تفضل. دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي أنت
رسول الله درك الملهوف يا عظيم الجاه درك الملهوف يا عظيم الجاه تجلى مكان في الأزل وبان تراه عيان يسقي ويملى تراه عيان يسقي ويملى يا ليلتان عودي لنا يا ليلتان عودي لنا لأن الحبيب علينا راضي لأن الحبيب علينا راضي. يا سلام الله يا رب يا رب دايما نعيش في رضا الحبيب يا رب ولا يحرمنا أبدا. اللهم آمين. طيب الله الأنفاس لمحمود ما شاء الله. سيد أحمد أنت حضرتك قلت إن في الطفولة كان في هذه الروعة وهذه والفل والياسمين والجمال ده وأنت زي الياسمين يا شيخ. سيد أحمد يا سيدي المدرسة بقى المدرسة كان فيها إيه بقى من مظاهر الاحتفال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت عندنا شيء يسموها الوسائل. الوسائل هي عبارة عن وسيلة مقصود بها ورقة حائطية جدارية. طبعاً عندنا ده. هذه الوسيلة لازم أن يرسم فيها الشجرة النبوية البيت المحمدي بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يعني كل فصل ويكون كلنا نجتمع في فصل واحد. مثلا لو المدرسه فيها 6 فصول او 10 او ما شابه ان شاء الله اذا ستكون 10 وسائل او 6 وسائل عدد فصول المدرسه ونتنافس بقى اني وسيله تكون احسن واكثرها جمالا واكثرها بريقا واكثرها الوانا واكثرها ابداعا. فكان والدي جزاه الله خير هو خطاط وعمي الله خطاط الله وكنت دائما استعين اول مره اعرف المعلومه دي. شوف يعني احنا عشنا بقى لنا دي بس اول مره اعرف ان والدي هو يخط خطه جميل جدا فكنت استعين استنى بقى يعني طبعا يا سيدي احلى المخطوطات تكون عندك بإذن الله. فكنت أستعين به في مثل هذه الأشياء وأسأل ونبحث ولسيما أن والدي كان دائما يضعني في صغري في الزاوية والزاوية عندنا هنا مثل الساحات يعني فنذهب إلى هذه الزاوية فنتعلم نعرف فيها أشياء كثيرة فكنت أمتاز على بعض الطلاب ببعض المفردات أعرفها من خلال الزاوية كنت يعني فتطلع اللوحة بقى يا لا فالفصل يفوق بقى بالضبط ولله الحمد والمنة. فكنا دائما فصلنا في مدرسة الإمام علي بن أبي طالب أو في مدرسة سيدنا خالد بن الوليد أو في مدرسة سيدنا الفاروق. هذه المدرسة كلهم في طرابلس ولا كان في الجبل الأخضر البيضاء في الجبل الأخضر درست في هذه المدارس الثلاث فكانت دائما الوسيلة التي فيها الفقير الحمد لله رب العالمين يعني متصدرة يعني أنوار حضرة النبي صلى الله وسلم تفوح على الكل وانت منفوح يا سيد احمد. آمين. ربنا يجعلك دائما كده في نفحاتي وفي انواري وفي آمين. بركاتي آمين. يعني كمان اللوحات كانت بتضاء وبتزدان بانوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتعلق بها جدا ببعض الرموز فيها القبة الخضراء ما معناها والروضة ما معناها. اطفال صغار ما كنا نعرف هذه الاشياء فتعرفنا من خلال هذه الوسائل في فترة المولد النبوي الشريف. وأي حد يتعلق بحضرة النبي وحضرة النبي أنا متصور أن حضرة النبي هو الأطفال في كل عصر حضرة النبي علقهم بذاته صلى الله عليه وسلم وعلقهم بنوره وعلقهم وغير الحياة. يعني أنا متصور أن رسول الله لما جاء طفلا فحصل ما حصل في الإيوان وحصل ما حصل في النار وحصل ما حصل في كل الأشياء دي. حضرة النبي لما تصدع الإيوان فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وكأنه بيهز النفس الأمارة بالسوء فيأتي الأطفال في ميلادهم في نفس مكسورة خلاص بعدت من الالتحام بإبليس اللعين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده شق صدره عشان يبقى أنوار الطفولة ولما تنطفئ النيران تنطفئ نيران الصراعات. حضرة النبي لما وصل أطفأ يعني إذا كانت الدنيا لم يظهر لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الصراعات ما الذي سيحدث؟ وهذا مصداق قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش وما أرسلناك منذ أصبحت رسولا لكن ما أظهرنا وجودك إلا لكي تكون رحمة. فلما انطفأت النيران انطفأت
نيرانات الصراع وانخفضت، يعني الحرب العالمية الثانية والحرب لو ما عدم زور حضرة النبي كان تفانى الناس، وفي أصلا في كائنات تفانت، ولذلك وجود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حجر زاوية للحفاظ على البشرية. ولما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حصل كل ده، حضرة النبي كان أمان للناس. هنكمل مع حضرة النبي وهنكمل النور اللي أنا حاسس بسعادة بالغة وأنا مع حضراتكم، هنكمل هذا النور، ولكن نواصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، نخرج معك يا رسول الله ونعود، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم واحنا ما زلنا مع حضرة النبي، السلام عليك يا رسول الله، عشان نسلم من كل ضيق ومن كل حرج، عشان نفضل في السعادة وفي الهنا وفي الراحة. ومعانا السيد أحمد الطلحي، ومعانا فضيلة الشيخ محمود. السيد أحمد الطلحي، حضرتك سيد صلى الله عليه وصحبه وسلم، قول لي بقى، يعني ما السادة كتير في ليبيا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. فحضرتك من صاحب وصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب نسب شريف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قول لي بقى، كلمني شوية عن ده، وإزاي كان ليه أثر، وإزاي بيظهر ده في أثناء المولد؟ الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للمغاربة كلهم في المغرب الكبير من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفيه أيضا موريتانيا، من قدوم مولاي إدريس الأكبر يعني السادة الأدارسة والدولة الإدريسية انتشرت في المغرب الكبير. صحيح. فعندنا في ليبيا مدن كاملة لا يقطنها إلا الأشراف، الله أكبر، كمدينة ودان يسموها ودان، شرفة الودان، ودان هذه كلها فيها شرفة من قبيلة واحدة، كذلك مدينة زليط لا يقطنها إلا السادة الفواتير، أولاد الشيخ سواء الجوانية والبرانية، هكذا كلمات عندنا داخلية خاصة يعني، وغيرهم منتشرون. كل الجل، لا أقول الكل، الجل الموجودين في ليبيا هم من سيدنا الإمام الحسن، سيد أبي محمد الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الشريف. فهذا شرف كبير حقيقة للانتساب. احنا عندنا السادة وعندنا الأشرف. نعم. عندنا حضرتك سيد. السادة هم سيد من آل سيدنا الحسن، وأشرافهم من سيدنا الإمام الحسين. سيدنا أولاد سيدنا الحسن فيهم حشمة، فيهم كده وقار وكده، يعني معروفين. يحققنا وإياكم بذلك يا سيدي. أولاد سيدنا الحسين فيهم حنان، يعني رضي الله عنه. فهم بيقولوا كده. الله الله. وكان في قصة شهيرة، كان فكرة إنه أنت بناني ولا شريف. أنت حضرتك بتستغرب اللي أنا عارفها، مشهورة أوي. فحضرتك في المولد بقى، كان وكأن حضرتك بتحس بقى ده مولد بابا بقى، يعني مولد انتماء. يعني طبعا في انتماء باطن، خصوصا جدي رحمه الله، جدي خليفه نسي احمد فوزي خليفه، فجدي خليفه كان يحضرني في كل عيد، يحفظني اسماء اجدادي العشره. الله، يعني النسب الشريف. لابد. وكان يركز معي سبحان الله دون ابناء العموم الاخرين، فكان يعني يسال هذا عن ساعتي ويسال هذا عن حذائي، لكني ياتي بي الى البيت. يقول لك انت بقى سمع بقى، سمع احمد ابن فوزي ابن خليفه ابن جبريل ابن شاقن ابن دعبس ابن قصابي ابن عبد السيد ابن الطالب ابن الطلحي. فكنت اخرج الى الشارع وانا منبسط جدا، فلما بدات يعني اتتبع النسب من الطلحي وجدته وصل الى الدوحه المحمديه. الله اكبر. هذه كانت ببركات الجد رحمه الله رحمه الابرار. احنا بنحاول بقدر الامكان نتفاجئ الظلال، وازاي حضره النبي منور الحياه كلها. اللهم صل عليه. فمن النسب الشريف، انتوا عندكم اكل حلو بتعملوه في المولد يا نعم. سيد احمد. نعم. ايه بقى بتعملوه؟ نعم. في المولد بالنسبه للمشارقه عندنا اكله، هي اكله دخلت، اكلتان دخلتا ليبيا. وكلاهما دخلا مع موطا سيدنا الامام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني ليبيا لما تاسست عام 1951 اسسوها في الدستور الليبي على عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقه الجنيد السالك، هذا دستور البلاد. فعندما دخل موطأ سيدنا الإمام مالك تقيد الناس حتى بالملابس، بملابس السيدات، بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في شرح الإمام الزرقاني على موطأ الإمام مالك. أيضا في أكلة تانية، أكلة الثريد، وهي الموجودة في العهد الشريف، هي الأكلة المعتبرة والمعتمدة عندنا. إذا أرادوا إكرامك جعلوا صنعوا لك من الطعام الثريد مباشرة، واللحم المسلوق بجانبها. تعرف أنت عارف إن بعض الروايات بتقارن ما بين
ما بين السيدة عائشة وسائر النساء وداخل فيها الثريد. نعم نعم، مش كده؟ فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعندنا أكلة أخرى تصنع عند ولادة المولود وهي العصيدة. العصيدة عبارة عن العسل والزبدة أو السمن أو ما شابه. هذه تصنع باستمرار، هي أشبه ما تكون عندكم في مصر، هي بسد الحنك قريبة منها كده يعني. فهذه تصنع في يوم ميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تصنع في عموم الأوقات، تؤكل صباحا ومساء، إذا جاءك ضيف سريع تصنع بي يعني ما تاخدش معك 10 دقائق، سريعة جدا سريعة جدا وأتقنها إن شاء الله نطعمها سويا سيدي بإذن الله. تشرف وتنور، أنا أظن أكلتها ما شاء الله، كانت شهية ما شاء الله ولطيفة. فتصنع في يوم ميلاده الشريف صباحا، ميلاد الشريف صلاة الفجر مباشرة، كل عشان فيها العسل، عشان فيها الحلا يعني، عشان فيها الحلويات يعني. هي عادة عند الليبيين يأكلونها في صبيحة يوم مولده الشريف، يصلون الفجر ثم مباشرة يطعمون هذه. خليني أقول لحضرتك، أنا إزاي تأملت ما ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عاشوه أخواننا في ليبيا واللي عشناه هنا في مصر، إيه اللي كان خلى طبع حضرة النبي يحب الحلو والبارد، زي ما ورد في الشمائل وزي ما ورد في كثير من كتب السنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو لأنه في الحقيقة يرى أن أقدار الله والحياة كلها حلوة، حلوة من جهة أن الله جميل. فالحلو هنا رمز للجمال، الله، والبرودة رمز للسكينة، الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبش الأشياء الحارة، الله، عشان ما يذكرناش باللهيب ولكن يذكرنا بالإيه، برد الطمأنينة، زي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فماذا فحسست ببرد أنامله في صدري. يا سلام، البرد دايما بيبقى نوع من أنواع الشعور بالطمأنينة، وكأن رسول الله بيقول إن في كل ما نجده في الحياة عندنا بنتنقل ما بين حاجتين، ما بين رؤية جمال الأقدار والماذا، والسكينة والتسليم مع الله. حتى الأكل نفسه مع حضرة النبي بيغير الحياة، ونهي عن الحار يعني. طبعًا الله لا يطعمنا نارا، كان لا يحب الحار صلى الله عليه وسلم. وانا 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 ساعات بزودها اقول لك الحار ده ينفع يبقى الاشياء الساخنه والاشياء الملتهبه. نعم سيدي. يعني بقول الاثنين، بس طبعا ما بقولش كده عشان اخواننا في بعض الدول عندهم البسباس لكن هو الحقيقه ان حضره النبي لا يحب الحار عشان ما يبقاش بيقلب حياه الناس بالكلام عن النار والكلام. وسبحان الله، والواحد يقعد بقى يتامل الناس اللي دايما ما يذكروش، ما يكلموش الناس غير عن النار، وكأن هم مش فاهمين ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننفر الناس من ان هم تعتبر، لكن لا نقننت الناس ولا نجعل حياتهم على حافة الهاوية ابدا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخلنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وصحبه وسلم، لا سيما انه الحبيب روح الألفداء من مطعماته ومشروباته أنه يحب الحلو والبارد، وأيضا سقى كثير من الصحابة من سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حادثة سيدنا أبو بكر الصديق. صحيح. وهنا أدندن دائما في بالي هكذا أبيات شعرية، لسيما يعني كم أود سماعها من سيدي محمود، وهي أقبل الساقي يعني، يا سلام، سيدنا النبي اللي حيسقينا وهو الذي سيسقي كل الناس، كل الناس يوم القيامة. حضرة النبي يعني المتأمل يعني واللي بيعيش مع حضرة النبي، حضرة النبي يسقي دائما يعني. أنا دائما أقول إن حضرة النبي يسقي ويروي القلوب، لأن حضرة النبي قال حتى في الحديث إنما أنا قاسم والله يعطي، فيقسم دائما يعني. لو كان الله سبحانه وتعالى يطعمنا ويسقينا، فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكأس دائما صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي تفضل يا شيخ محمود. أقبل الساقي الله
حبيبي في هوى شيخ محمود أدار الكاس. أدار الكاس بين جلاسي وبين جلاسي. يا سلام يا سلام. والكاس والكاس صاحبه مين؟ صاحبه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الشراب. وأنا بقول دايما عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن حضرته صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله يعطي. فهو حضرة النبي قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب حضرة النبي مش محتاج رحمة، لأن وما أرسلناك إلا رحمة. وعشان كده ما قالش إلا أن يدخلنا الله برحمته، قال إلا أن يتغمدنا الله برحمته. فربنا يتغمده برحمته، فإيه اللي يحصل ليه يتغمده؟ التغمد يعني زيادة. فيقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة ليقسم من هذه الرحمة في كؤوس الشراب التي نشرب فيها، حتى إذا دخلنا، لأن وجوه يومئذ ناضرة. بأي شيء تنضرت؟ بذلك الكأس، لأن النضارة بتيجي من الماء، من ذلك الكأس اللي شربوه. فإذا دخلنا الجنة لا نحترق عندما نرى وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كشف الحجاب عن حرقت سبحات وجهه ما بين السماء والأرض. فإحنا عشان نروح، فالحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي أحمد، إحنا دلوقتي المساجد في ليبيا بيبقى فيها ايه من مظاهر الجمال والفرحه بحضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ليبيا على اقاليمها الثلاثه، برقه وطرابلس وفزان. عندنا في برقه وطرابلس، في برقه يقرؤون كتاب اسمه تخميس القصائد الوتريه،
في مدح سيدنا خير البريه صلى الله, الله عليه وصحبه وسلم. ولله الحمد والمنة الفقير اكرمني الحق تبارك وتعالى بتحقيق هذا الكتاب المبارك ولكم نسخه سيد ان شاء الله تكون بين يعني ايديكم. انت عارف الكتب عندنا بالنسبه لنا كتب يعني باذن الله تعالى يعني هذا الكتاب العظيم سبحان الله ارتبطت به ارتباطا عجيبا حتى في مقدمته وكيف صاحب هذا الكتاب رأى الحبيب في منامه وأمره ببناء جزء من الكعبة المشرفة لأنه قد هدم وقصته عجيبة هذا الكتاب. نعم وتربى أجيال كثر على هذا الكتاب. هو وتري لأنه 29 حرف اللغة العربية وعلى كل حرف 21 تخميسة. الله أكبر يعني هو مخمس على عدد حروف اللغة العربية. عجيب كتاب عجيب جدا في فترة يقابله كتاب سيدي ديوان سيدي أحمد البهلول وهو ليبي رحمه الله كذلك عنده نفس التخميس ونفس الترتيب لكن بمذاق آخر. ثم تقرأ أيضا بعد ختام هذه الكتب يحتفلون الليبيون 29 ليلة بالمورد النبوي الشريف كل يوم يقرؤون حرفا 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 حتى يصلوا إلى ختامه. إما أن يبدأون في 12 من صفر فيختمون في 12 من ربيع أو يبدأون من 1 ربيع إلى 30 ربيع. الله أكبر. في الختام يقرأ إما ديوان مولانا الإمام البرزنجي وهو المولد المعروف المشهور مولد المعروف أو مولد الإمام المناوي أو مولدين عندنا خاصين بالليبيين. في الشرق عندنا لسيدي مصطفى بن رجب المحجوبي شهيد المحبين رحمه الله كتاب اسمه نور الأنوار. نور الأنوار هذا ديوان معروف. خاص بالمولد النبوي الشريف. وفي الغرب الليبي لسيدي علي لمين السيالة رحمه الله كتابه ريحانة الأرواح يقرأ في جامع أقدم جامع في ليبيا وهو جامع الناقة. جامع الناقة لأن الصحابة بعثوا ناقة أنثى الجمل ومحملة بالذهب وبعثوها إلى الليبيين حتى يبنوا بها مسجدا. الله أول أكبر. مسجد أسس في ليبيا هذا المسجد واعتكف فيه سيد عبد السلام الأسمر. يبقى كده على طول بدل في بدأ ذكر سيد عبد السلام الأسمر يبقى مسجد أسس على التقوى. نعم. من أول يوم فهذا المسجد لله. إلى اليوم هذا والناس يقرؤون فيه في ليلة المولد النبوي الشريف ريحانة الأرواح. نعم. إن شاء الله ربنا يجعل دائما ريحانة روحك وصلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل لك من النور ومن البهاء ويجعل أهلك ومن تحب ومن وكل أهل ليبيا النور والبركة والفضل والنعمة. عشرة طويلة احنا يا سيد احمد. نعم يا في مصر ولا تزال لازلنا في البداية ولا تزال وتظل ان شاء الله يا سيد. الحمد لله شيخ محمود انا شاكر لحضرتك جدا جدا وجود حضرتك معنا وتعالوا نقول لحضرة النبي السلام عليك يا رسول الله. نحن ما فعلنا في هذه الحلقة مع أهل ليبيا إلا أننا قلنا لك بأننا نحبك ولكن في القلب كثير وسلوتنا أن الله سيطلعك على هذا الكثير نحبك ونذوب في حبك وكل ما قاله أحد فلا يصل إلى ذرة من جمال حبيب الأحد. أنت يا رسول الله أنت فرد فرد ولذلك كنت ركن من أركان الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله ليس كمثله شيء وأشهد أن محمد رسول الله ليس كمثله مخلوق. يا من صورك الله فأبدع ونور وبارك ليس بس فقط في ذاتك ولكن نور بك الأكوان وأكرم بك الإنسان عندما خرج من هذا الجنس حبيب الرحمن وسيد ولد عدنان. السلام عليك يا رسول الله جمعنا في كل نفس من أنفاسنا على الدوام وفي كل وقت وزمن.